وسع لي يابا وسع لي وسع لي يابا. سوشيال ميديا انا عاوز الكل يسمع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسه بدمنهور هوم دوت. طبعا يا جماعه بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات عن الكلابات. اتكلمنا قبل كده عن ثقه الكلب في نفسه والحاجات دي. النهارده هنتكلم معاكم عن طبعا معانا الكلب ده اسمه بابلو. الكلب ده روت، مش شرط بقى المواصفات ومش شرط الحاجات ديت. الكلب ده كان صاحبه بيشتكي ان هو لعبي وجا في الايام الاخيره كان هادي خالص ومفيش شراسه ومفيش طاعه ومفيش ان هو يحرس مكانه ومفيش الكلام ده. الكلب كان بيهاج من بعيد وساعه ما يجي يكبس على المهاجم بتاعه ما يعضش مفيش الكلام ده. طبعا الحمد لله احنا استلمنا الكلب ده دلوقتي بقى لنا زي شهر بالظبط. غيرنا طبعه خالص، خلينا الكلب عنده شخصيه قويه، خلينا الكلب عنده هجوم، خلينا الكلب يحرس المكان لوحده بدون حد جنبه. في ناس كتير قبل كده قالوا لنا المفروض ان حد يقف يشجع الكلب وفي الشراسه والكلام ده في الفيديوهات بتاعتنا. طبعا احنا بنقول له الكلام ده غلط. الكلام ده احنا بنستعمله في الاول، اي نعم احنا بنقف نشجع الكلب ونديله ثقه في نفسه، لكن بعد كده لازم الكلب ياخد كورس الشراسه بتاعه، ان الكلب بيبقى في مكان لوحده. علشان لما حضرتك يكون جاي لك حرامي بالليل هتقوم تشجع الكلب يعني عشان يهجم عليه ولا ايه؟ ما الرساله ديت للاخ اللي كان كاتب لنا قبل كده. الكلب لازم يحرس المكان بتاعه لوحده، لازم ما يكونش في حد معاه. لو دخل حرامي، دخل اي حد عندك في مزرعه، في فيلا، في بيت، في اي مكان، لازم الكلب بيحمي نفسه وبيحرس مكانه وبيبقى مش سايب، بيعرف يهجم، يعرف يمسك الكلام ده كله. مش شرط يكون صاحبه واقف جنبه، يعني انت ما عليك ان انت تيجي تستلم الضحيه بس، اكتر من كده مفيش. طبعا هو ده التدريب الصح، ان الكلب شراسته في وجود صاحبه وفي عدم وجود صاحبه. الكلب ان هو يحرس في وجود صاحبه وفي عدم وجود صاحبه، وهو ده الصح في التدريب. والحمد لله احنا عارفين شغلنا كويس وفاهمين احنا بنعمل ايه. ومعلش حضرتك شايف رأي، احنا يشرفنا ان احنا نسمع رأيك ويشرفنا نسمع كل حاجه، لكن برضه احنا بنشتغل بدماغنا، لان احنا بنركز في حاجه معينه، بنركز في حاجه اسمها الحراسه، اللي معنى كده ان الكلب يحرس مكانه مش شرط وجود صاحبه معاه، يحرس عربيه مش شرط وجود صاحبه راكب فيها، الكلام ده كله. فباذن الله هنشوف فيديو دلوقتي للتدريب بتاع بابلو بالنسبه للطاعه وبالنسبه للشراسه، وباذن الله يا رب يعجبكم يعني. واتمنى انكم تشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك، ويشرفنا وجودكم معانا. واحنا زي ما قلنا قبل كده اي استفسار احنا تحت امرك. انا عاوز الكل يسمعني. مولد وصاحبه غايب والشهره بتوسعني، هكبر مش هشغل دماغي وانفض وهزر ولاغي. الكل جه عليا كده ليه؟ حرام انا عملت فيكوا ايه؟ الكل عمال يحاسبني، اللي مني جاي يابا يحاسبني، حتى صاحبي اللي فاكره زي اخويا طالع فيها عاوز ينافسني. وركبنا موجه الشهره وخدتنا وطلعت بره، والكل بص عليا بنظره كده مش طبيعيه. خمسه وخميسة علينا، قادر ربنا يحمينا، ياللي انت عاوز تعزينا قول لو ياسمين علينا. اتعب وافرح وارتاح، دي الدنيا دي ليك مفتاح، وده سر نجاح البيبي وصباح الاحلى صباح. اتعب وافرح وارتاح، دي الدنيا دي ليك مفتاح، وده سر نجاح البيبي وصباح الاحلى صباح. ده العشرة مقضين والصحبة منزين، لو ليك مكان فينا هتدوخنا يعنى. أهيانا وأهيانا ناس حظنا نسيانا، أهيانا وأهيانا ناس حظنا غرقانا. هكبر مش هشغل دماغي وانفض وهزر ولاغي، الكل جه عليا كده ليه؟ حرام انا عملت فيك ايه؟ الكل عمال يحاسبني، اللي مني جاي يابا يحاسبني، حتى صاحبي اللي فاكره زي اخويا طالع فيها عاوز ينافسني. حبان صاحب خان، هي دنيا ملهاش امان، صحب اشكال صاحب سندان، صاحب يبيع من احسن خان. حبان صاحب خان، هي دنيا ملهاش امان، صحب اشكال صاحب سندان، صاحب يبيع في لحظه خان. ليا دنيا الناس بتخون ومفيش حد مضمون، انا بجد تعبت يا ناس لو اخلصت يقولوا مضمون. ليا دنيا الناس بتخون ومفيش حد مضمون، انا بجد تعبت يا ناس لو اخلصت.
مجنون عاش اللي خان مات اللي صار ما الدنيا ماشية يابا كده شمال مفيش تقدير لأي جميل أعمل فين ولا تفين عاش اللي خان مات اللي صار ما الدنيا ماشية يابا كده شمال مفيش تقدير لأي جميل أعمل فين ولا مكبر مش هشغل دماغي وانفض ومهزر ولاغي كل ده عليا كده ليه حرام انا عملت فيكوا ايه الكل عنا اللي يحاسبني اللي مني جاي يابا يحاسبني حتى صاحبي اللي فاكره زي اخويا طلع فيها عاوز ينافسني تحيه مني لليكوا يلا تعالى عليكوا بحيي اخويا وحبيبي الولا احمد دول فيكوا تحيه خاصه للمافيا الناس وملوك صافيا علي تيتو طرب ميت حسيب يلا نعمل قفلة انا من منطقة شعبية فايدة كامل عالمية اسم المطادور درباكة والكل يابا كده عينه عليا والكل يابا كده عينه عليا عاوز الكل يسمعني مولد وصاحبه خايف والشهرة بتوسعني هكبر مش هشغل دماغي وانفض وهزر ولاغي الكل ده عليا كده ليه حرام انا عملت فيكوا ايه الكل عنا اللي يحاسبني اللي مني جاي يابا يحاسبني حتى صاحبي اللي فاكره زي اخويا طالع فيها عاوز ينافسني وركبنا موجة الشهرة وخدتنا وطلعت برا والكل بص عليا بنظرة كده مش طبيعية خمسة واتنسى علينا قادر ربنا يحمينا ياللي انت عاوز تأذينا ولو ياسمين علينا اتعب وافرح وارتاح دي الدنيا دي ليك مفتاح وده سر نجاح البيبي وصباح احلى صباح لكل الناس اللي موجودة معانا ما تنساش تعمل كومنت ولايك واشتراك في القناة.